ولا انت قلبك في حد تاني؟ اه يا بطنة مش قادرة اكمل يا ماما. طب يلا بينا نروحوا يا حبايبي. انت قلت كسر 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 انت قلت على الموضوع. حدود حدود جاهزين يا بنات؟ جاهزين جاهزين جاهزين. تعرفي يا ماما اللي انا مبسوطه يا ماما اللي بابا يروح معانا الملاهي؟ بجد وانا كمان مبسوطه قوي انت يا بابا تيجي معانا الملاهي وتفسحنا يا بابا، هتبقى احسن فسحه في حياتي. ايوه اللي انتوا عايزينه يا حبايبي. انت عارف بقى انا مبسوطه اكتر منهم هما الاثنين. انت عارف ان بقالي سنه انا وانت ما خرجناش مع بعض؟ عارف. ثواني يا حجيجه خليك معايا ثواني. مين حبيب بابا؟ انا. مين روح بابا؟ انا. مين عقل بابا؟ انا. طب مين جوز ماما؟ انا. انت صح. ثواني هرجع مكان وجاي. ماشي. هي يا بنات بقى عايزين ايه تاني غير الملاهي؟ انا اجر عجل. لا وعايزه فشار يا ماما وغزل البنات. فشار وغزل البنات وعايزه بالونه. النهارده اليوم كله بتاعكم، اطلبوا اللي انتوا عايزينه. ماما عايزه اجر بيتشي باجي. كمان. يا لو البيتشي باجي بتزهقيش منه البيتشي باجي؟ حاضر اللي انتوا عايزينه هعمله. ايه يا حبيبي؟ انا كنت بقولك يا حجيجه عشان قاعد مع مراتي والبنات، اصل هما مبسوطين قوي، هودهم الملاهي بقالي ياما ما فسحتهمش، اعمل عندي صداع. طب والله فكره حلوه قوي، وهتجيلي؟ انت عارفه انت وحشاني قوي، بحبك. طيب سلام سلام. ماما. ايه يا حبيبتي؟ ينفع والنبي لما اركب اي لعبه ركبي معايا انت وبابا واختي غزل؟ ما انا قلت لكم النهارده اليوم كله بتاعكم، اعملوا اللي انتوا عايزينه. والنهارده بقى انا هعيش معاكم طفل، هرجع صغيره من اول وجديد واركب معاكم كل الملاهي والعجل والبيتش باجي واكل زيكم غزل البنات. يلا بينا يا محمد. في ايه؟ مالك يا محمد؟ في ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا بابا؟ كان صداع فجاه وانا في البلكونه. ليه بس يا حبيبي؟ من ايه بس؟ مش عارف، صداع جامد قوي. الف سلام عليك الف سلام عليك. خلاص يا ولاد بلاش ملاهي النهارده يا ولاد، ونقعدوا عشان بابا تعبان شكله. لا 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 توديهم الملاهي. ازاي يا محمد وسيبك تعبان وانزل يعني ازاي؟ ما تزعلهمش كده، انا هزعل. وديهم الملاهي وانا ساعه كده ولا ساعتين هفوق واجي لكم. انا كنت عايزاك تيجي معايا. ايوه انا كنت مبسوطه قوي. صدقني النهارده يوم يا محمد هنخرج فيه كلنا مع بعض. صداع جامد قوي. الف سلام عليك. طب اجيب لك بالشمه. ماشي حاضر. ماشي. الف سلام عليك يا بابا. الف سلام عليك يا حبيبتي. الله يسلمك. اتفضل يا محمد هتاخد دي هتخف على طول ان شاء الله. مش بقول لك ايه؟ نعم. ما تجيش في الملاهي الا لما تكلميني. يعني هتجيلنا لو فقت؟ هاي يا محمد. ايوه. طيب خلاص اول ما افوق هجيلكم. ماشي بس انا مش عايز انزل واسيبك تعبان. لا لا اسمعي الكلام انزلوا يلا. احنا مش هنمشي الملاهي غير لما نكلمك وتجيلنا. ها خلاص تمام. ماشي يلا بينا يا ولاد. يلا يلا يا حبيبتي. يلا باي يا بابا. باي باي يا حبيبتي. باي باي. الله يسلمك. يلا يا حبيبي يلا بينا. الو مراتي مشيت؟ انا مستنيكي في البيت. خلاص ماشي. انت وحشاني قوي. طب سلام يا حبيبي ما تاخريش عليا. بس سلام. مش هشوفك تاني. سلام يا صاحبي. سلام يا صاحبي. سلام سلام. ازيك يا عم محمود؟ الله يخليك. ازاي حضرتك ابو مسمار؟ ماما تودينا الملاهي. لا والله. ايوه ربنا يخليها لكم ويفرحكم. ربنا يخليك يا رب. ماما ازاي ركبنا لعب كتير قوي في الملاهي؟ كل الملاهي احلى لعب ان شاء الله، وتتبسطوا ويكون يوم سعيد ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يخليك. الله يخليك. مش عن ايدك يا عم محمد. يلا بينا يا حبيبتي. بابا. نعم يا عثمان. انا عايز اروح الملاهي. تروح الملاهي؟ ايوه يا بابا. يلا بينا يا بابا. ثواني يلا في يوم كده باخد امك يلا وكلاع على الملاهي تمشي شويه. من حقك برضه يا عثمان اخرج واتدلع يا حبيبي. انت ما بتحبنيش يا بابا؟ بحبك يا في ايه؟ انت قلت لي احلق الحلاقه دي حلقتها. طب عاوز ايه تاني يا مسمار؟ تعالى منك يا بابا. يا ابني امك يا بابا. انا طبعي كده وبحب كده وبحب اعيش وما عنديش الا كده، دي حياتي انا دي ملكي انا، ومهما يكون برضه هكون زي ما انا عايشه سني وبغني وبحب.
ثانية ثانية يا دنيا هعيشك انا. تعرفي يا ماما انا مبسوطة قوي يا ماما اللي انا في الملاهي. والله يا حبيبتي انا مبسوطة عشان انتم مبسوطين، بس في نفس الوقت زعلانة. ليه يا حبيبتي؟ عشان كان نفسي بابا يجي معانا الملاهي. والله يا حبيبتي انا كان نفسي اكتر منك، بس هو يا امنية باين عليه ان هو تعبان خالص. والله صعب عليا ان انا سايباه لوحدي، بس لذلك انت وغزة عشان ما تبقوش زعلانين بس. ربنا يخليكي لنا يا ماما. ويخليكوا ليا يا حبايبي. يلا بينا. هتركبوا ايه بقى؟ انا عايزة اركب دي يا ماما. دي؟ اه وانا كمان. وانا معاكم. يلا بينا. ايوه على فين؟ طلع عند استاذ محمد. استاذ محمد مين؟ اخويا. مين؟ انا استاذ محمد. في الدور التاني. اللي في الدور التاني. ايوه ماشي اتفضلي. انا مستغرب حاجة انا مش ماما. يا ماما. استاذ محمد اخواته كلهم بنات، وعيال عمامه كلهم بنات، وقرايبي كلهم بنات، ما عندوش رجاله خالص في العيله انا مسمار. طب احنا يا بابا عيلتنا كلها رجاله. ها سبحان الله. بابا ايه؟ انا عايز اكل شراتي. ايه؟ شراتي. ايه ومين اللي قال لك على الشراط انا مسمار؟ وايش عرفك انا؟ مش عايز شفتها في التلفزيون. ايه؟ التلفزيون. ما تتفرجش على التلفزيون تاني، ماشي؟ ماشي يا بابا. ماشي يا مسمار. ايه في حاجة ولا ايه؟ مش حاجة يا بابا. الله يخيبك يا مسمار. مكة. نعم يا بابا. كسبت عليا يا مكة وقلت لي اللعبة دي سهلة، وطلع الصعبة قوي يا مكة. صعبة صعبة يا مكة. أنا اللي خوف يا بابا. خوف؟ أه اللعبة حلوة. يا جماعة بعد كده أنا أقول اللعبة السهلة. بس اللعبة حلوة برضه يا بابا. بس صعبة على بابا. ماشي. نقول كده لعبة عربيات، أي لعبة خفيفة كده. ماشي يا بابا. أنا راضي أكمل معاكم اليوم يا حبايبي. بابا بابا. إيه؟ أنا عايز أركب اللعبة دي. يلا بينا يلا بينا. تعالي بسرعة تعالي بسرعة. في حد شافك؟ البواب الغلس اللي تحت ده. قلت له ايه؟ قلت له طلع عند اخويا. حلو قوي تعالي وحشتيني. وانت كمان وحشتيني. امنية يا حبيبتي اللعبة دي اسمها ايه؟ اسمها بلياتشو يا ماما. بلياتشو؟ اه طبعا انتوا حافظين كل الالعاب وعارفين كل حاجة طبعا. اه طبعا. ماما بصي فوقي يا ماما. بقه كبير قوي. بصي بصي كل دي رجله. بصي الشوز بتاعه كبير قوي. ايوه. يلا يا امنية يلا اركبوا يلا. يلا هوبا برافو برافو. يلا يلا. شطورين هركب انا ورا. ماشي. قاعده لوحدي في كرسي لوحدي. يا ترى تطلع صعبه ولا سهله؟ لا حتى لو صعبه ماما معاكم ما تخافوش من حاجه. ايوه صح ماما قويه. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي. اديني حبك وخد حناني، ريحني جنبك ولو ثواني، ولا انت قلبك في حد تاني. اديني حبك وخد حناني، ريحني جنبك ولو ثواني، ولا انت قلبك في حد تاني. بلياتشو. انا عايز اركب بلياتشو يا بابا. بس بقول لك ايه يا مكه؟ نعم. اللعبه دي سهله ولا صعبه؟ سهله قوي يا بابا. مش انت قلت لي نركبوا اللعبه السهله؟ طب انا اسهل لعبه. طب انا عايز اقول لك حاجه. نعم. هي ليه الجزمه بتاعته كبيره قوي كده؟ شايفه الجزمه قد ايه؟ ولا بصي وشه ايه ده؟ صباح الفل يا عم. بصي مناخيره قد ايه؟ قد بصي بالله عليك مناخيره قد ايه؟ قد ايديا الاثنين. كبيره قوي. ولا بصي ايده بقه هياكل ايدي خلاص يا عم. طلع ايدك طلع ايدي يا عم. مبسوطين يا عيال؟ مبسوطين قوي يا بابا. يا رب دايما تكونوا مبسوطين كده. يلا نطوا يلا فطوا 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 كمان من هناك. بس فطوا يلا. هتركبوا انتوا الاثنين جنب بعض؟ ايوه يا بابا. وانا هركب بره. بس عارفه يا مكه لو طلعت صعبه دي سهله قوي يا بابا. سهله قوي والله. احلف اروحكم لو طلعت صعبه. يعني يا بابا بنتك حبيبتك هتكذب عليك؟ لا كده بتعالج في حاجه؟ لا مستحيل ما بتكذبش. طيب. بس خلي بالك من رجله بس عشان كبيره.
تعمل كمان انا جيت على وقف تحت البيت مش عارف ايه ده. طب عمو ونرى وانت صح ومرجعنا الزلم معلش معلش. انت قولي على ايه يا ليه مش عارف انا من في ليه. والله والله يا ما سامع كلامك انت بلاطه، والله ما سامع كلامك تاني ومش هركب معاكم ملاهي تانية انك تدوخوني كده اهو بقى. دي لعبة سهلة حرام عليك يا بنتي الدوية. بقول لك ايه يا بابا؟ قولي. احنا عايزين نركب لعبة المركب اللي هناك. ايوه يا بابا دي حلوة اوي. هي لسه فيها مركب؟ ايوه. بقول لكم ايه، اركبوا انتوا لوحدكم، انا عن نفسي انا مش فاكر اي حاجة. يلا يلا اخر مرة اروح معاكم ملاهي راح اخد امكم. تاكلي موز؟ ماشي. ايه ده بص يا سلمى؟ ايه ده؟ ثلاث موزات لازين في بعض. ايوه انت عارف ده خير بجد والله. بجد ان شاء الله خير. تلامة ثلاثة في بعض ده خير. بقولك ايه صح؟ ايه؟ انا مراتك هتيجي امتى؟ بصي هما في الملاهي ويوم الملاهي ده بيجوا الساعة 12 بالليل، وانا قلت لها كمان ايه؟ ما تجيش خالص الا لما انا اتصل بيكي. تمام. وقلت لها قبل ما تمشي من هناك اتصلي بيا. حلو قوي. كولي بقى موز. يلا يلا انا مبسوطه قوي يا ماما النهارده. مش هقدر اركب معاكوا بقى، لو ركبتوا هتقع اللعبه اصلا. بجد؟ ايوه عشان دي بتاعت الصغيرين. طب اقعدي شجعيني. يلا اشجعكم من هنا. يلا يلا يا عمو يلا يا عمو يلا يا تعالي يا مك. مبسوطين فوق؟ مبسوطين قوي. يلا يلا يلا. مساء طيب وجميل. لا مساء احمد طيب وجميل. 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 استرح معاك يا اولية. تعالي يا حاجة يا مكة. قولي صور لي المنظر من فوق عشان اشوف المنظر. بس صور المنظر كله. كلنا خلفش بنات ما اسمعش من الحنية ولا تعشير حلويات. زحمة يا دنيا زحمة، زحمة وتاهوا الحبايب، زحمة وما عادش رحمة، مولد وصاحبه غايب. اجي من هنا زحمة، هنا وهنا زحمة. قولي لامك ايه؟ بابا ركبها ها؟ قولي لها بابا قوي.
ماشي يعني قصدك اضحك عليها. ايوه ماشي. خلاص تقولي لماما ايه؟ بابا حلو ماشي؟ ماشي. يلا بينا. ربنا يخليكوا ليا. عايزين ملاهي تاني. عايزين ملاهي تاني. اه يا بطنة مش قادرة اكمل يا ماما. طب يلا بينا نروحوا يا حبايبي يلا بينا. بس 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 خلاص. بطني وجعاني مش قادرة. طب تعالوا لو اقدر اشيلكم انتوا الاثنين والله كنت شلتكم. طب تعالوا تعالوا امشوا بالراحة. سلم علي سلم علي لما جبني وسلم علي ولدي يا ولدي سلم علي. قعدتك جنبنا مسموحه. بس 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 مش عارفه بطني وجعاني. ايوه يا عم معلش كان في سؤال محشور هنا كنت عاوز اطلعه بعد اذنك يعني. اتفضل اسال يا عم محمود. هو الباشمهندس محمد اخواته كلهم بنات واولاد خلانه كلهم بنات وعيال عمامه كلهم بنات. هو ليه السؤال الغريب ده يا عم محمود؟ قصدك من ساعتين كده اخت الباشمهندس طلعت فوق عمتك يا استاذه امنيه ليه طلعت من ساعتين كده؟ عشان كده بسال والله. بس محمد ما عندوش اخوات بنات. ما عندوش اخوات بنات. بتحب الهزار انت. والله انت اللي بتهزر يا عم محمود. تعالي يا حبيبتي تعالي. معلش بس البنات تعبانين من البنات. يلا يا اولاد يلا. انا ايه بتقول لك ما عندوش اخوات بنات. سلم على حبيبتي ايدي عليك. متاكده يا سلمى اللي الثلاث بوسات خير؟ خير اسمع كلامي. اهو الخير جاي لك اهو. مش قلت لك خير؟ اما منين يكون بيخبط؟ اكيد البواب الغلس. ده غلس قوي. اشوف عايز ايه. طيب شوف. آية يا نهار ابيض بتتخرب بتتخرب يا سلمى. في ايه يا محمد؟ مرات اللي على الباب وعيالي وتقولي لي خير. طب هنعمله ايه يا محمد طيب؟ وطي صوتك. طيب بقول لك تعالي 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 اتخبي تحت المكتب هات الشنطه بتاعتك مش عايز اسمع لك صوت. حاضر. ادخلي بسرعه. ربنا يستر ربنا يستر. بس يا بطني بطني وجعتني. ايه البنات تعبوا خالص يا محمد من كتر المراجيح تقريبا بطنهم وجعتهم. الف سلام عليكم يا حبايبي. الله يخليك يا حبيبي. طب ادخلوا راحه شويه. انت يا حبيبي عامل ايه الصداع دلوقتي؟ مش مهم الصداع اهم حاجه عيالي عاملين ايه. حاضر حاضر انا هدخل اهو دلوقتي افوقهم واغير لهم هدومهم. ماشي واعملوا حاجه يشربوها. حاضر حاضر ادخلوا يا حبايبي ادخلوا. الف سلام عليكم. تعالوا يا اولاد تعالوا. اطلع بسرعه اطلع بسرعه هات شنطتك يلا بسرعه تعالي تعالي. جاي يا امنيه جاي. ايه اللي انا عملته ده؟ ده كان ممكن بيتي يتخرب. الحمد لله ربنا سترها. الف سلام عليكم يا حبايبي. الف سلام عليكم. عاملين ايه دلوقتي يا حبايبي؟ الحمد لله كويسين. ايه اللي حصل يا ايه؟ انت مش فاهم هم اخذوا بيتزا وبعد البيتزا ركبوا الملاهي وداخوا تقريبا بطنهم وجعتهم يعني. الحمد لله الحمد لله انتوا كويسين دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ اعمل لهم حاجه سخنه يشربوها. هعمل لهم على طول. محمد انا صح كنت عايز اسالك على حاجه. في ايه؟ وانا طالعه عم محمود البواب بيقول لي ان في واحده طلعت هنا بيقول لي ان هي اختك بيقول لي عمة امنيه. هو انا عندي اخوات بنات يا ايه؟ انا والله انا مش عارفه انا قلت الراجل ده بيهزر وانا اصلا جايب البنات تعبانين ومش قادره اتكلم معاه. انت عارفه عم محمود هو وابنه الصابونه بتاعتهم مهويه. دي مش مهويه دي خلاص دي فكت منه طارت منه خالص والله انا استغربت اصلا. بقول لك يعملوا بقى حاجه يشربوها سخن. حاضر يا حبيبي حاضر. معلش يا حبيبي. السلام عليكم يا حبيبي. معلش يا امنيه هو مش انتوا عايزين ملاهي؟ ملاهي وديتكم الملاهي اهو بتشتكوا ليه بقى؟